السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا هنا امس صارت المشكله وسبب طفت الكهرباء بسبب عمل احدى شركات المقاولات، وتسببت بقطع اعتقد 3 أو 4 قابلوات رئيسيه بالقبله. وشوف يعني بالاضافه للدمار بالبنى التحتيه اللي صار، ما اعرف يعني الحكومه المحليه شنو رايكم، المسؤولين اللي بالبصره شنو رايكم بهذا اللي صار. الشركه هذه اللي جاي تشتغل على مد الكابل الضوئي، شنو رايكم؟ اللي جاي يسويه صح لو غلط؟ جاي تشتغل بدون رقابه حتى نعرف، يعني بدون ما موجود شخص من البلديه، شخص من ما اعرف من الكهرباء، غير اكو تخصصات وياهم لو يجون يشتغلون. يعني امس العطل اللي صار تقريبا ما يقارب اكثر من 15 ساعه انطفت الكهرباء. يعني انا موجود امس هنا، أنا الكهرباء طفت هنا بحي المهندسين وتقريبا نص القبله انطفت من 5 الفجر، وبال11 ما راجع الكهرباء، ما اعرف شو وقت رجعت الكهرباء اصلا. راضين بيا الحكومه المحليه؟ اتمنى يعني جواب، ولا ما معقوله يعني عمل شركه بهذه الطريقه وباشر تسوي لنا مشكله اكبر. والموضوع يمكم.